السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في برنامجكم قطر الغاز تحت 23 سنة. مثل ما تعودنا نناقش وياكم تفاصيل الجولة السابقة والجولة القادمة من هذه البطولة، فأهلا ومرحبا بكم. دعوني أرحب بضيفي اليوم الكابتن يوسف أحمد، محلل قناة الكأس الرياضية. أبو أحمد مساك الله بالخير، يا مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك في هذه التغذية. أهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين الكرام. الله يرحب بك يا رب. مشاهدين الأعزاء، نبتدي معاكم حلقتنا اليوم بعناوين الحلقة. تشاهدون في دوري قطر غاز ريمونتادا ريانية أسقطت الملك القطراوي برباعية. الدحيل يواصل تربعه على قمة قطر غاز. جنون الدقائق الأخيرة يفرض التعادل الإيجابي على السد وأم صلال. العربي يحافظ على الوصافة بثلاثية في مرمى العميد. الخور عمق جراح الإخريطيات وحصد الثلاث نقاط. مرحبا بكم مشاهدي الاعزاء من جديد. كابتن يوسف، الجوله 17 من قطر غاز، اقتربنا يعني من النصف الثاني من القسم الثاني هذه البطوله. النتائج كابتن منطقيه طبيعيه ام كانت فيها مفاجاه؟ والله بشكل عام النتائج طبيعيه، ما عدا طبعا مباراه السد ومصلال. اعتقد ان السد كان المفروض يكون افضل من النتائج اللي حققها خلال الفتره السابقه، كان المفروض على الاقل يطلع بالفوز. في نفس الوقت الخور تراجع مستواه، يعني اعتقد يعني نتيجه 1-0 في تقلبات الجوله صحيح. في الخور يمكن ما كانوا طبيعيين في هاي، دائما الخور يفوز. يعني مفترض كابتن يعني الجوله 17 مفترض نشوف انه استقرار في المستوى، في الاسلوب، طريقه اللعب، صوره واضحه من الانديه شو اللي يبونه من هذه البطوله. مفروض الامور تكون واضحه بالنسبه، سواء كان بالنسبه للجهاز الفني او اللاعبين، ان خلاص ان هذه تقريبا البطوله على وشك انها تنتهي نهايه، وان الكل لازم يطمح على الاقل يحسن من مركزه. نعم جميل. راح نناقش اكيد مشاهدي الاعزاء المباريات في الجوله 17، ولكن خلونا ناخذ فاصل قصير ثم نعود اليكم. حياكم الله، ندخل معكم مشاهدينا الكرام في تفاصيل أكثر عن هذه الجولة في التقرير التالي. جولة جديدة من قطر غاز اقتربت فيها الأمور من الحسم وباتت الحسابات أكثر وضوحا. أصحاب المربع الذهبي يواصلون الحفاظ على مكانتهم، وأصحاب القاع يعانون من نزيف النقاط، أما أصحاب المنتصف يواصلون الصعود والهبوط على سلم الهزائم والانتصارات تارة والتعادلات تارة أخرى. الجولة 18 من دوري قطر غاز أسفرت عن مواصلة تصدر الدحيل المسابقة، والذي بات من الصعب زحزحته عن القمة حيث يبتعد عن أقرب منافسيه بما يزيد عن 5 نقاط، وأكد تفوقه بانتصار على السيلية في مباراة انتهت لصالحه بثلاثية ليحصد النقطة 46 التي تضمن له مواصلة المشوار وعينه على منصة التتويجات، بينما ترك السيلية يعاني مر الهزائم والانكسارات. ومن ثلاثية دحيل إلى ثلاثية عرباوية حقق بها فريق الأحلام الفوز على العميد العنيد ب3 أهداف مقابل هدف وحيد، وأكد العربي على مكانته في وصافة جدول الترتيب محاولا تضييق الخناق على المتصدر الذي يعي جيدا خطورة الوصيف. الأهلي في المركز الثامن يحاول تعزيز موقفه قبل إسداء الستار على المنافسة، فهل ينجح في تعويض هزيمته المباراة القادمة؟ وفي أبرز مفاجآت الجولة انتصار ريانية على الملك القطراوي الذي استهل اللقاء بهدفين في أقل من 20 دقيقة، واعتقد أن الأمور تسير لصالحه، ولكن عادة ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث استفاق الرهيب واستعاد هيبته وعاد إلى المباراة من جديد وانتزع زمام الأمور بريمونتادا رائعة لينتهي اللقاء لصالحه برباعية مقابل هدفين، وتنقلب الموازين لصالح الأطول نفسا والأجدر بال3 نقاط.
وعلى سكة الانتصارات حقق الخور فوزا جديدا هذه المرة على حساب الإخريطيات. هدف النظيف هي نتيجة اللقاء ليضمن الخور مكانته في المربع الذهبي، بينما واصل الإخريطيات سقوطه في دوامة الانكسارات. أما في فخ التعادلات سقط كل من السد وأم صلال بهدف لمثله. انتهى اللقاء حيث أهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تعادلا للسد بمذاق الهزيمة وآخر لأم صلال بمذاق الانتصار. في النهاية خرج أحبابا وتقاسم الطرفان المباراة نتيجة ونقاطا. حياكم الله مشاهدي الاعزاء من جديد. طبعا شفنا وياكم في التقرير ملخص عن جوله 17 من هذه البطوله. نذكركم الحين بالنتائج اللي جرت في هذه الجوله، وتعادل ايجابي بين السد وام صلال هدف لكل فريق، وفوز الريان في الشوط الثاني باربع اهداف مقابل هدفين امام نادي قطر العربي، ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد امام نادي الاهلي، تحيل 3-0 امام السريه، وفوز الخور اخيرا بصعوبه امام الخطيات بهدف وحيد مقابل لا شيء. وقبل لا ندخل في تفاصيل أكثر حول هذه المباراة مع ضيفنا الكريم، نشوف وياكم هدافين قطر غاز تحت 23. نتكلم برا برا. نبدأ من السادس. مرحبا بكم. نشوف طبعا مباراتنا الاولى بين نادي السد ونادي ام صلال، المباراه اللي انتهت بتعادل ايجابي لكل فريق، وهو يعني كابتن يوسف هدف السد الوحيد كان في دقيقه 90 مجريات هذه المواجهه، وهدف التعادل بالنسبه لنادي ام صلال في الوقت البدل الضائع. يعني مباراه كانت صعبه للطرفين، ولكن تكلمنا احنا سابقا عن نادي السد والتطور اللي حدث في نادي السد، خصوصا بعد القسم الثاني، لانه حب انه يعدل من مركزه مع تغيير المدرب والدروب الكبير اللي صار في نادي السد. ولكن ايضا نادي ام صلال كابتن من الفرق الصعبه في هذا الموسم خصوصا. دائما طبعا فريق، خلينا نتكلم عن ام صلال، فريق ام صلال خلال السنوات الاخيره في تحسن، وفي نفس الوقت هو دائما تحصله فريق في الوسط، يعني في لا هو في المقدمه. في البدايه ممكن يكون في مباريات تكون جولات الاولى يكون في المقدمه، ولكن مع الوقت يتراجع الى منطقه الوسط. واعتقد ان في نادي ام صلال مقتنعين بمنطقه الوسط، وكان في المربع كابتن قبل كم جوله، لذلك خسر مركزه، يعني خسر في النهايه. هم اعتقد خصوصا يوم غاب عنه بزمان كابتن، بزمان لاعب مؤثر وكذا، واصيب في مباراه اعتقد حتى الان يمكن ما رجع. ولكن خلنا بعد ملاحظة على السد مش هذا مركزه دائما، سواء حتى في الفئات السنية دائما السد من فريق من الفرق المتقدمة، على الأقل في المركز الثالث أو الثاني، وينافس دائما على البطولة. ولكن شفنا أعتقد أن التركيز نادي السد على الفريق الأول، وهذا شيء إيجابي. ولكن أعتقد أن يعني حتى لو 23 يأخذ حقه على الأقل في التشكيلة، شبه على الأقل تكون في أغلب مباريات التشكيلة ثابتة، عشان التعادل المصرال والسد خلهم كلن يحافظ على مركزه. المصرال في مركز
السادس والسد في نفس المركز، يعني ما تغير المركز، مراكز ما تغيرت. جميل، نسمع ايش قال اللعيبه بعد هذه المواجهه مشاهدينا الاعزاء بالنسبه لنادي السد ونادي المصلان. نفس ما قالنا المدرب، لعبنا نفس تكتيك المدرب، بس الشوط الثاني شوي نزل مستوانا، بس الحمد لله يعني جبنا جول فاخر الدقائق، وبعدين الحمد لله يعني ما قدرنا، بس ما قدرنا ندافع عدل، ومصلال يابا جول على اخر دقيقه. نفس ما شفتوا الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي، طبعا كان ضغط علينا نادي السد. نفس ما شفتوا المباراه كان عندنا زاويات مفتوحه تمكننا نغطيها. الشوط الثاني تقدموا علينا في تقريبا في اخر دقيقه، دقيقه رقم 90، والحمد لله في الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني تمكننا من نرجع، وكانوا ضغطين علينا بشكل كبير، ولكن الحمد لله تعادل احسن من الخساره 1-0. حسن علي، رغم التعادل انا اتكلم ان هذه مباراه خساره كانت بالنسبه لهم، فعلا كابتن سجلوا هدف دقيقه 90 فضمن 3 نقاط ولكن خسروها فالوقت البدل ضاع. يعني عبد الله صالح المهاجر يقول لك تعادل افضل من خساره، يعني انا اخذ نقطه قدام السد احسن مني اطلع خسران 3 نقاط. اكيد هو اذا ياخذ نقطه قدام السد او تحيل والغرافه اعتقد ان هالفرق دائما هي اللي تنافس، انه بالنسبه له هو شيء بلتش بوكم هدف في الدقيقه 90 دقيقه 90 وانا اعوض، وهي اعتقد بس طريقه التمركز اللاعبين السد هي اللي اعطت على الاقل يعني فرصه اكبر انه يحققون التعادل، المصاري يجيب هدف التعادل، لانه لو تلاحظ كلهم متراجعين للخلف في منطقه الجزاء، واعتقد هذه مش مفروض ما يصير هذا الشيء يعني، وفعلا يحققون التعادل، وهذا بالنسبه لهم في وقت بدل الضائع تحقق التعادل انتصار. جميل. لك يعني. جميل، انت كم على مباراتنا الجايه، مباراه الريان ونادي قطر، ورغم انتهاء اللي صارت في هذه المباراه، قطر 2-0 الشوط الاول، الريان رجع في الشوط الثاني وسجل 4 أهداف في هذه المباراة. شوط أول غاب فيه الريان كابتن يوسف بشكل كامل عن هذه المباراة، ولكن يعني شو اللي صار في غرفة الملابس بين الشوطين ما بعرفين احنا. قلب النتيجة كابتن في الشوط الثاني وسجل 4 أهداف، خصوصا مع دخول لاعب مميز عبد العزيز حزاع. نعم. لاعب قوي مؤثر وعمل فارق كابتن في نادي الريان، ولكن نحط على مستفهام على نادي قطر كابتن اللي اضاع المباراه في شوطها الثاني. اعتقد مع بدايه الشوط الثاني اللي بعد تغيير النزول عبد العزيز حزاع، وفي نفس الوقت تراجع مستوى نادي قطر، والهدف اللي سجل في بدايه الشوط اعطى دافع كبير، الشوط الثاني طبعا للريان اعطى دافع كبير ان الريان انه يجيب الهدف الثاني، واعتقد ان الحارس قطر ما كان في يومه او ما كان موفق في المباراه هذه، خاصه في الهدف الاول والهدف الثاني اللي جاء، اعتقد انه اعطى دافع كبير للريان، ولو تلاحظ الهدف الثالث والرابع اعتقد ان نادي قطر كان مهاجم بشكل كبير وترك المساحات فاضيه، والهدف الثالث والرابع بنفس الطريقه بنفس الجهه والعدد بنفس العدد، يعني 4 لاعبين من الريان مقابل لاعبين من قطر، عدم التراجع بشكل جيد من ناحيه قطر ترك المساحه هذه، لو نلاحظ تشوف حتى تقريبا 4 لاعبين بيكونون من الريان في منطقه الجزاء، واثنين حتى الان ما حد رجع انه يساند، واعتقد انه صار في خلل تكتيكي اكثر ما هو اي شيء بالنادي قطر، والحارس طبعا اعطى الريان دافع انه يحقق التعادل. نسمع ايش قالوا بعد هذه المواجهه بين الريان وقطر، خصوصا الريان يعني بعد ما سجل 4 أهداف في الشوط الثاني وخذ 3 نقاط سهله امام نادي قطر في الشوط الثاني. الحمد لله على 3 نقاط، وصدق كنا خسرانين الشوط الاول لكن الحمد لله قدرنا نعوض الشوط الثاني، وفريق اعطانا فريق نادي قطر فريق زين، لكن قدرنا نستغل الفرص، واقل فرصه كنا نقدر نسجل منها سجلنا، والحمد لله فريقنا الشوط الثاني تغير ولعبنا بروح وكنا داخلين بقوة ونبي 3 نقاط، لا لان في لعيبه كانوا ينزلون معنا من الفريق الاول، والحمد لله الاداره ما قصرت والنادي ما قصر، وفي لعيبه لعبوا بروح وفي لعيبه من ضمنهم جداد بعد يعني على الفريق، والمدرب قدر ينسق ان شاء الله الحمد لله وقدرنا نلعب عدل، يعني تغير مستوانا من
القسم الاول. والله اول شيء انا امس انا في التمرين حسيت في الانكل، فقلت له بريح، واذا الشوط الثاني يعني كان محتاجني يقدر يدخلني، ولا انا يعني من الشوط الاول كنت بريح، والحمد لله دخلت ووديت وسجلت ثلاث. صراحه كنا نلبي ثلاث نقاط عشان نروح في قدام في جدول الترتيب، بس الحمد لله ادينا الشوط الاول يعني لعبنا، بس تغيير شفته اللي طلع المصاب يمكن اثر علينا وايد، وفي بعد لعيبه مصابين وفي لعيبه مش موجودين ومش جاهزين، فما قدرنا نستدعيهم هالمباراه. مبروك لنادي الريان وهارد لك لنادي قطر. في لقطة يعني ودنا نشوفها وياكم صارت في هذه المباراة، هل هو كابتن يعني مفرش اللي يفكر فيه يوسف كابتن يوسف والله ما هذا الشيء يفكر فيه. هذه لقطة في الشوط الثاني يعني زعلان من اللعيبة أكيد، إذا اللاعبين ما يلتزمون بتعليمات وكذا بتكون يعني على الأقل بتحس نوع من الإحباط، ولكن مفروض ما يصير هذا الشيء. يعني هذا المرة الثانية أنا أقدم نصيحة لكابتن يوسف، هذا الشيء مفروض ما يصير، مهما خسرت ومهما النتائج اللعب كان لصالح الخصم أو لعبتك ملتزمين، لازم لك دور كبير في عملية التوجيه وإعادة الروح للفريق وتمركز اللاعبين. نشوف على الخط يعني على تدير هاوش اللعيبة. هو توجيه طبعا انه يعني يوجه يعني حتى بصوت عالي، احيانا التدخل يكون قوي، احيانا يكون تدخل بصوت هادئ، ولكن مش النصيحه المره الثانيه اقدمها للكابتن يوسف. تحيه من الكابتن يوسف فرج النوبي على مدربنا الوطني اكيد بالنسبه لنادي قطر، وكل توفيق ان شاء الله للكابتن في مبارياته الجايه ان شاء الله، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. فايز في المباراه كابتن يعني اثنين فايز وتخسر، ولكن بعد مش هذا ما بعذر، مهما كان يعني لازم تكون متواجد طول المباراه، حتى لو فريق، لان في اللحظات هذا الفريق هو محتاجك اكثر في حاله انه هو فايز النتيجه 3-4. جميل، نرجع نقول هارد لك نادي قطر، مبروك نادي الريان مشاهدينا الاعزاء، فوز 4-2. مباراتنا الجايه العربي والاهلي، فوز العربي بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد، فوز هو على الورق يعني فوز متوقع ومنطقي كابتن بالنسبه للنادي العربي اللي قاعد يقدم مستوى استثنائي هذا الموسم، حتى مع غياب ربما هداف الفريق ابراهيم ناصر كلا. رجع العربي كابتن سلسله انتصاراته والاهدافه في المباريات. العربي اعتقد انه هو حتى الان قاعد يحاول بيحاول لاخر جوله انه يلحق بالتحيل مع الفارق 7 نقاط، ولكن عنده مباراه جايه مع عنده مباراه جايه، وان شاء الله نشوف مباراه حلوه بين الفريقين بالمتصدر. وهي بالنسبه للاهلي محافظ على نفس الشيء من الانديه الوسط، يعني مش الاهتمام بالدوري تحت 23 في بعض الانديه مش الاهتمام المطلوب، المفروض يكون فيه اهتمام، لان هذا هو اللي بيكون الرافد الاساسي بالنسبه للفريق الاول. واعتقد ان في بعض الانديه يعني تقول ان هي مسابقه ومجرد مسابقه وتنتهي وخلاص الموسم مع الموسم. العربي بشكل منظم جميع مبارياته هو محافظ على نفس الاداء نفس المستوى، وعنده من العناصر الشابه اللي هي ممكن حتى لو ينزلوا في الشوط الثاني يحققون لك او يعملون فارق بالنسبه للفريق. جميل، نسمع لقاء اللعيبه بعد هذه المواجهه. لا صراحه اليوم ما كان في توفيق صراحه، بعد ما كان عندنا لعيبه من درجه اولى، لان عندنا مباراه يوم الخميس، ف والمدرب لاعب يعني وايد لعيبه في مراكز ثانيه، فيعني ما كنا متعودين على هالمراكز. والله كرة القدم بعد ما تقدر تقول شيء، يعني يوم تكون فوق يوم تكون تحت. طبعا احترمنا المنافس ونزلنا والحمد لله ادينا اللي علينا يعني. محمد العباسي يعني حتى في تصريحه يقول لك احنا كابتن ما كنا مرتاحين في المباراة هذه، لان لعبنا في مراكز غير مراكزنا. إذا عنده نقص وما عنده لعيبة إلا ما تعطيه. وعلى كابتن يعني كابتن عادل درويش وجه له تحية، كان موجود معنا في هذه المباراة في هذا الاستديو، وتكلم أنه يعني فريد كابتن راس حربة لعب كمدافع في المباراة، وشفنا يعني في فرصة سجلت هدف بسبب سوء تغطية فريد للهجمة هذه. وحتى العباسي نفسه كان يلعب قلب دفاع، يعني مش مركزه، معنى كان على لسان كابتن عادل في
تشكيلة البدلاء كانت في أسماء ممكنها تلعب كمدافعين ولكن لعبوا كوسط، هو أصلا لاعب تأسس كمدافع. عملية التدوير كابتن وتجريب أن ألعب في مراكز مختلفة هذه مفترض أنها ما تصير في مباريات قوية يعني. لا ما تصير حتى في 23 ما تصير يعني، هو عملية التدوير في المراكز تصير في فئات الأدنى في الفئات السنية مش حتى في الشباب، وهي تصير في الأمل في الواعدين في حتى الناشئين. أما أنك تدور من رأس حربة ترجع أو لاعب نص ترجع لقلب دفاع أو في مراكز مش يعني ما الإمكانيات اللاعب ما تساعد أن يؤدي، هذا غير يعني غير صحيح، قرارات غير صائبة يعني. لازم تأخذ المدرب يأخذ قرارات ويعرف إمكانيات اللاعبين اللي عنده ويلعبهم في المراكز على الأقل اللي تناسب قدراته وإمكانياته وحسب احتياجات الفريق، بس مش على أنك فريق أنك تغير شكل الفريق بشكل كبير. إذا تغير شكل الفريق وتلعب لعبة تغير مراكزهم في مباراة واحدة كابتن، نعذر المدرب أنه ممكن عنده نقص كابتن، ولكن ما توصل كابتن أن رأس حربة يلعب قلب دفاع؟ لا ما تصير هذه، ما تصير قلب يعني. فريد معروف وأنت عارفة كم مرة شايف أكثر مرة وأشدنا فيه أنه هو أصلا لاعب أغلب لاعب البوكس هو لاعب في منطقة الجزاء، يكون أكثر فعالية وممكن يسجل لك في أي لحظة، أو لاعب جناح يعني يلعب لاعب طرف إذا كانت تلعب حسب طريقة 4-3-3 يقدر يلعب وممكن يروح، ولكن انك تلعبه انت نص او ترجع للخلف اعتقد ان كل ما ابتعد عن منطقه الجزاء فريد كل ما يعني اداءه او فائدته للفريق تكون قليله او نادره يعني. ودي كابتن الفرصه اللي صارت يعني تغطي لنا اساسيات المدافع عند المهاجم ما كانت موجوده يعني، هو يعني تاسس كمهاجم يعني تحركاته تغطيته كمهاجم، هذا هو يعني فريد لاعب مهاجم وخاصة في منطقة البوكس أو داخل الجزاء. على العموم نقول مبروك للعربي وهارد لك الأهلي، ومباراتنا الجاية مباراة دحيل والسلية، وانتهت فوز دحيل 3 أهداف مقابل لا شيء للسلية. كابتن يعني فنيا ربما كانت أحلى مباراة في الجولة رغم فوز دحيل 3 أهداف مقابل شيء للسلية، كابتن كان صلب في هذه المباراة. كل المباريات يعني تحل متفوق في تقريبا كل المباريات وجاي بياخذ البطولة ويحقق اللقب على السنة الثانية على التوالي، وطبعا السلية فريق تحسن من بعد الجولة الثالثة بدأ فريق يتحسن ويرتب نفس الفريق، حتى مدربهم خالف مرة في أفضل مدرب خلال الجولة، واللاعبين نفسهم بشكل كبير يأدون ويقاتلون طوال حتى لو يخسرون نتيجة كبيرة ولكن دائما متواجدين بشكل كبير، يلعبون بروح قتالية كبيرة وهذا شيء مطلوب. بس ينقصهم يمكن هداف كابتن، هذه مشكلة السلية يعني في البطولة في الموسم هذا هو الهداف، ما حد يترجم الفرص الهداف، ما عندهم المهاجمين اللي ممكن يسجلون يعني، وفي نفس الوقت في المباراة هذه نقدر نقول الحارس كان له دور كبير في عملية نفس حارس نادي قطر، عملية أن الكفة تكون لصالح دحيل. جميل، نسمع اللعيبة ايش قالوا بعد المباراة. الحمد لله على الفوز، هارد لك للسلية. المباراة ما كانت سهلة، ضيعنا أكثر من فرصة في الشوط الأول، فالحمد لله قدرنا نضمن المباراة والحمد لله على الفوز. أكيد نتوقع يعني أداء من أي فريق، أنت داش مباراة بتفوز، الحمد لله ضمننا الفوز، الحين تبي تاخذ الدوري فكل مباراة كنا نهائي، تبي تضمن الفوز. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أن احنا أدينا مباراة نوعا ما جيدة تكتيكيا، احنا قاعد نشوف أن دحيل المباراة اللي فاتت تفوز بالـ7 و8 وأغلبية الشباب المدرب كان يقدر يستعين بأكثر من لاعب من الفريق الأول، لكن أتوقع أن هذه هي يعني جودة اللعيبة الصغار، الدوري هذا أو البطولة هذه مخصصة لهم أن هذه آخر خطوة قبل الفريق الأول، فجهز اللعيبة الصغار، ناس ما شفنا أكثر من لاعب من فريق الشباب، مش مشكلة يغلط مرة مرتين 3-4 ولكن في النهاية أنت يعني قاعد تعد لاعب الفريق الأول، فأعتقد أنه يعني مباراة تكتيكية جيدة. مثل ما ذكر شهاب ممدوح حارس دحيل، مباراة ما كانت مباراة سهلة، والسلية كان فريق يعني ند لنادي دحيل، وانه لميز دحيل كابتن في كل مباراة يلعبونها مثل ما على لسان لاعب انه هي بطولة وهي نهائي بس بالنسبة لنادي دحيل، وانه يبي ينهي او يحسم
لقب البطوله في وقت مبكر. واعتقد انهم قادرين هذا الشيء، وفعلا كل جميع المباريات لو نلاحظ كل يلعبون كنهائي كابتن بكل جديه، كل المباريات بنفس المستوى ونفس الاداء يعني، وحتى اذا جاب جول يحاول يعزز بالهدف الثاني والثالث. فريق تحيل فريق تقريبا شبه متكامل، وعنده من العناصر حتى الاحتياط، اي ينزل الاحتياط يحقق لك او يعمل لك الفارق. كلامه 100% منطقي، وفي نفس الوقت حتى كلام اللاعب السلية ان الفرصه للشباب وكذا والامور قاعد تتحسن. فعلا هذا الشيء قاعد يصير في السلية. اذا كان هذا سياسه السلية اعتقد ان هذه سياسه مفيده للفريق يعني. جميل. مباراتنا الجايه مباراه الخور والخرطيات. الخور كاقوى خط هجوم في هذه البطوله، يعني مع احترامنا الكبير نادي الخرطيات، كاضعف خط دفاع يخرج الخور بثلاث نقاط بهدف وحيد في هذه المباراه. يعني نتيجه غير متوقعه كابتن، على الورق نتكلم الخور من اقوى خطوط الهجوم. نعم، عنده بعد تحيل 55 هدف، يعني قبل المباراه 54 هدف. والخور يمكن من اكثر الفرق اللي سجلت على تحيل في البطولة هذه. نعرف أن تحيل عليه 14 هدف كأقوى خط دفاع، ولكن الخور في مباراته الأخيرة الجولة قبل السابقة سجل 4 أهداف على نادي تحيل. في أمام الخرطيات كابتن هدف وحيد، مع أن الخرطيات كان أو من الفرق المؤخرة كل اللي يجيب عليه أكثر من هدف، الأضعف دفاعيا، أضعف 89 هدف على نادي الخرطيات كابتن في 17 مباراة. أنا أعتقد أن المباراة هذه لها ظروف خاصة بالخور، يمكن كان تركيزهم على الفريق الأول. حتى الخور مش هذا الفريق، وحتى توقعنا بعد قبل كأس آسيا قبل التوقف اللي يصير أن الخور ممكن هو بيكون فريق اللي ينافس تحيل على المركز، وقلنا هو اللي قادر أن يفوز، ولكن لعب وخسر مع تحيل بنتيجة. اعتقد ان الفريق بدا شوي يتراجع يعني، ولكن اتمنى ان خلال الجولات الجايه ان يكونون افضل من بالنسبه للعيبه. ايش قالوا الكابتن بعد هذه المباراه بالنسبه للخور والخرطيات؟ المباراه في الشوط الاول كانت صعبه، اليوم الهواء بعد كان شوي قوي. الشوط الثاني قدرنا نسجل جول ونسكر ورا، واللعيبة ما قصروا يعطيهم العافية، وإن شاء الله عندنا أمل ننافس على المركز الثاني، وإن شاء الله خير بإذن الله. والله إحنا يعني في تطور الحمد لله، تطورنا من القسم الأول، قمنا نأدي يعني شوق ما يلتزمون في التمرين الحمد لله، يعني هي حظ نصيب فازوا علينا، إن شاء الله المرة الجاية نعوض. ناصر الشاعر لاعب فريق الرياضيات يقول حظ ونصيب كابتن كرة القدم، حظ ونصيب أم اجتهاد وعمل وتدريب وتخطيط؟ اجتهاد وعمل وتخطيط وتكوين وهاي أمور كثيرة يعني. لا ما توفق يعني في لا أوكي ما توفق بالاختيار الكلمات، ولكن كرة القدم لازم في تكوين، تعليم من تحت بعدين ثم تكوين وتطوير ومن ثم الأداء التكتيكي والمهار والأشياء كثيرة تحتوي كرة القدم، مش بس مجرد أن ألعب حظ ومثل ما ذكر ما نحضر التدريبات. حتى ضربات الجزاء الترجيحية يقولون هي حظ، هي مش أنا أختلف مع كثير أن هذا مش حظ، تكنيك هي نعم هي أداء وقدرات وإمكانيات حارس وإمكانيات لاعبين في التسديد. هذه هي كرة القدم. كرة القدم أنا ما أقول حظ، وهذا لا ما في حظ، في عمل، والدليل فريق الأول المنتخب الوطني إيش اللي صار؟ هذا كان حظ ترجمة لعمل لسنوات طويلة، عمل كبير وصراحة عمل إداري، ومش بس حتى اللاعبين، عمل إداري وفني ونفسي وكل جميع النواحي أكيد. وهذا هو هذه كرة القدم. جميل. خلصنا فقرة المباريات وتفصيل هذه المباريات مشاهدي الأعزاء، نتكلم الحين عن الأفضل في الجولة 17، ونبتدي مع أفضل لاعب هو لاعب فريق نادي الريان عبد العزيز هزاع كابتن، دخل في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف، عمل الفارق في هذه المباراة. صراحة يستحق هذا، يستحق أن يكون لاعب الجولة،
ولكن في اختيار انه يكون لاعب جوله لازم اللاعب ترى يلعب 45 على الاقل 75 دقيقه انت اختيار افضل لاعب، ولكن هو يستحق، نعم يستحق كافضل لاعب في الجوله. بس احنا كابتن يعني احنا دائما يكون في عمليه اختيار اذا بنختار افضل كابتن كمعايير، يعني مثل ما تسوون انتم يعني كمعايير وارقام وتحليل راح تكون كلها لصالح نادي الحين، ولكن احنا دائما ما يكون اختياراتنا بسبب ان نبي نوجه نصايح او تكون نسلط الضوء على اساس ان اللاعب يتشجع نوعا ما للمستقبل. عبد العزيز كابتن بكل امانه لاعب شفته انت كابتن، سريع، رجله قويه، تسديداته ذكي، بنيه يعني جسمانيه قويه، ولكن محتاج كابتن انه يشتغل على نفسه اكثر، يعني محتاج ان اللاعب هو يحب كره القدم اكثر ويشتغل على نفسه اكثر على اساس انه يعطي. اللاعب دخل في الشوط الثاني كابتن 45 دقيقه وعمل فارق يعني في المباراه، سجل 3 اهداف وقلب النتيجه لصالح فريقه. خلينا نسميه لاعب الجوله، يعني لاعب الجوله، لاعب الجوله، لاعب الجوله حلوه، لان في الاتحاد الاسيوي يحط معايير على كل هو لاعب الجوله. والصراحه فعلا السياسه اللي قاعد تقول عنها هي سياسه هي الصح، انك انت دائما عارفين احنا تحيل الفريق تقريبا شبه متكامل، ولكن هذا ما يمنع ان في عناصر في انديه اخرى هم يبرزون احيانا افضل بعض العناصر الموجوده في تحيل، وهذا شيء مطلوب يعني ان نسلط الضوء عليهم. احنا يعني طبعا احنا ما اخترنا لان اختياره انه هو والله عشان انه لا خلينا نغير، لا ترى هو يستحق فعلا، يستحق نعم هو، وفي اكثر من واحد، ولكن هو من ناحيه التسجيل اي لاعب يسجل اهداف ترى ياخذ النقاط حتى في معايير الاتحاد الاسيوي ياخذ نقاط عليه هنا. نتكلم الحين عن افضل فريق في الجوله 17 فريق العربي، استقرار كابتن في المستوى قاعد يقدمه العربي في مباريات سابقه. نعم حتى ترى الموسم السابق كان نفس الشيء العربي، ولكن واعتقد السنه هو قاعد يحافظ، يحاول قد ما يقدر يلحق بفريق تحيل، واعتقد جوله على تقدير يحافظ على الوصافه. نعم الوصافه نعم تقريبا ممكن يحافظ عليه، وخاصه تحيل هو خسر اعتقد من العربي، خسر من تحيل في القسم الاول، القسم الاول، ولكن هو قادر على الاقل انه يحافظ على المركز الثاني، بيكون تقريبا مركز ثاني نادي العربي. ونادي العربي فيه من العناصر الشابه اللي طلعت مثل محمد عيسى ومحمد مصطفى وخلدون، هذول قاعد اللي هو ابراهيم، هذه عناصر كلها، وعندهم حارس طبعا في لعب مع الفريق الاول اللي هو محمود. صراحة هذه كفريق عنده مجموعة عناصر فعلا ممكن تكون رافض للفريق الأول. كل توفيق إن شاء الله للنادي العربي اللي قاعد يعطينا ملامح أنه قاعد يبني فريق للمستقبل. أفضل مدرب، مدرب كابتن كان أفضل مدرب في الجولة نزار خنفير مدرب نادي السلية، هو أول ما أعتقد ثاني مرة ياخذ هاي ثاني مرة ياخذ، وفعلا نعم شغال بشكل سليم ويعطي العناصر الشابة فرصة، وعلى إمكانيات كابتن على إمكانيات نعم يحاول يلعب كل مباراة بفكر ثابت وفكر معين باتجاه معين، واعتقد هو متوفق في الخطط اللي قاعد يلعب فيها وخلال احتواء اللاعبين الشباب، وهذا المطلوب يعني. جميل، نشوف أجمل هدف في الجولة 17، هدف تحيل الأول خالد منير. منير نعم خالد منير من اللعيبة الصراحة المميزين، وحتى لو تعرف هالمباراة سجل هدف ثاني غير الهدف هذا، طبعا الحارس ساعده، ولكن أداءه أو الطريقة اللي شاتها خالد منير شيء ممتاز، يعني ممكن يسجل على أكبر أحسن حراس، حتى عنده هدف ثاني اللي هو سجل الهدف الثاني بعد من نوع ترى يدل على ذكائه. عيال منير كنت ترى هم اذكياء، حتى عبد الغني في 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 الغرافه كان فتره من فترات كنت انا ادربه، ولكن هو لاعب صراحه يتميز بذكاء، عندهم ذكاء كروي عالي. هل لاعب كابتن اللي متعك في ارض الملعب ويكون مفيد للفريق، اللاعب الذكي اللي عنده المهاره اللي ممكن ذكاء او مهارته تخدم اكثر ما يكون لاعب. اكيد مثل ما تفضلت فيه، هو فعلا ذكائه يساعدك انك انت تعطي واجبات ويسوي لك اشياء انت ما تتوقعها احيانا في المباراه، هو يعملها لك وبطريقه انت تتفاجئ كمدرب، تتفاجئ انه هو سواها وكمشاهد تستمتع فيها. اكيد كابتن، نشوف جوله 17 بلغه الارقام واحصائيات هذه الجوله. عدد الاهداف طبعا في الجوله 17 16 هدف، اهداف الشوط الاول 6، اهداف الشوط الثاني 10، 17 كرت اصفر، وعندنا ركلتين جزاء احتسبت في هذه المباراه لنادي العربي.
جدول الترتيب العام بعد هذه الجولة والصدارة طبعا ما زالت لصالح نادي تحيل ب 46 نقطة، العربي في المركز الثاني 39، الخور ما زال في المربع 32 نقطة، الغرافة 27 نقطة، الشحانية 27، مصال السد، الأهلي، قطر، الريان، السلية والخرطيات، هو متديل جدول الترتيب العام. قبل ما نسكر جدول أو ملف 23 سنة مشاهدين الأعزاء، لابد أن نسلط الضوء على جزئيات بسيطة في هذه الجولة، وهي أخطاء حراس المرمى. يعني دائما ما نتكلم عن إيجابية لتشجيعهم، ولكن لابد أن نتكلم على جدية الحراس وتركيزهم في 90 دقيقة. فهو كابتن يعني ربما كان أحد أسباب خسارة نادي قطر اليوم في هذه الجولة، كان حارس المرمى حراس، والأخطاء كابتن واضحة، يعني أخطاء المفترض أنه ما تصير في لاعب أو حارس يمثل فريق 23 سنة. الجولة هذه جولة أخطاء الحراس ممكن نقول، ولكن تصير صراحة، تحدث الأشياء هذه، ولكن مفروض الحراس تحت 23 خلاص تقل الأخطاء. أنت خطوة تلعب فريق أول، خلاص نعم، أنت مفروض تبرز تروي المدرب الفريق الأول، لأنه نعم أنا موجود، أنا ممكن تستعين فيني بالطريقة هذه. أعتقد أن المدرب الفريق الأول ما يكون بغض النظر، يعني أنه يقول أنه والله أنا شو أحتاج مثل حال حارس، إذا كان تحت 23 ما قدر يعمل يشيل الفريق، أو أنه يكون أخطاء مثل هذه الأخطاء ما يستعين فيك. اعتقد ان الحراس لهم دور كبير في عمليه فوز الفريق، او ان على الاقل او خساره الفريق لهم دور كبير، لانه هو حائط الصد مثل ما يقولون مدربين الحراس، يقول احنا حائط الصد الاخير بالنسبه للفريق، واحنا لنا دور كبير. اوكي دور كبير، مفروض يكون الشغل يكون اكثر جميل. وفعلا كابتن ممكن ان يضيعون مجهود الفريق كامل في المباراه، مثل يعني نوجه تحيه يعني لحارس نادي قطر، ولكن أشدنا فيه في مباريات سابقة. مباريات سابقة تكلمنا أن حارس مميز، ولكن ضيع مجهود الفريق في الشوط الأول. كابتن هو اللي كان تقريبا يعني يتحمل جزء كبير أن عاد الريان لل. أتمنى أنه يتحسن ويتطور وإن شاء الله يعوض، لأنه يعني إمكانياته جيدة. عنده الإمكانيات أنه ممكن يعني يقدم. نسكر ملف 23 كابتن، استأذنك ونفتح ملف الدرجة الثانية مشاهدينا الأعزاء، ونشوف نتائج الجولة 12 من الدرجة الثانية. الوكرة فاز على معيذر بهدفين مقابل هدف وحيد، مسمير بهدف وحيد أمام المرخية، والشمال 3-0 أمام نادي البدع. يعني كابتن الصدام اللي صار بين الوكرة ومعيذر أعطى الوكرة أريحية في فرصة تأهل الدرجة الأولى العام المقبل. هذه كابتن كانت مباراة الجولة يعني بين المركز الأول ووصيف الدرجة الثانية، هو نادي معيذر اللي كان يطمح للمنافسة في بطاقة الصعود الرسمية، يعني بدون ما يلعب مباراة فاصلة، ولكن هنا حسمت كابتن ربما في هذه الجولة نادي الوكرة. الله يستاهلون الفوز، يعني مبارك لهم. نعم هو أعتقد أن بعد الـ يعني عدم توفيق في الموسم السابق، وهاي أعتقد أن إدارة النادي توفقوا في اختياراته، وخاصة في الآونة الأخيرة بالنسبة للاعبين، والدعم اللي أشوف أنه دعم كبير من خلال رئيس النادي أو نائب رئيس النادي أو رئيس الجهاز وبشكل كبير، ودعم متواصل، وهو اللي ساعد أعتقد أن الفريق يكون يظهر بهالمظهر، وأكيد المدرب واللاعبين لهم دور كبير. والنتيجة هذه الصراحة مباراة مع معيذر هي كانت مباراة هي تقريبا مصيرية بالنسبة للوكرة ومعيذر، وفازوا يعني الوكرويين فازوا على معيذر وعملوا الفارق الكبير. وفي نفس الوقت لو إن شاء الله بنتكلم عن مسيمير ومرخية بعد شيء ثاني، أعتقد أن حين معيذر بيحاول ان الوكره يتعثرون، وهو ممكن او يحافظ كابتن معيذر كابتن يصارع على المركز الثاني، يحاول على المركز حتى الان، ترى هو عنده ممكن الفريق ممكن يصعد، يعني ليش في كم جوله بعد 3 جولات تقريبا. وفي نفس الوقت هو على الاقل بيحاول انه يكون هو المركز الثاني اللي يلعب مباراه الفاصله، يدور على المباراه الفاصله يعني تقريباً. جميل، مبروك الوكرة طبعا فوزها على نادي معيذر بهدفين مقابل هدف وحيد. نسمع ايش قالوا لعيبة بعد هذه المباراة. أه
الحمد لله يعني قاعد نشتغل يعني مثل ما قال مدربنا، عندنا تقريبا 4 نهائيات المباراة اللي قبل الحمد لله فزنا، والحين فزنا هالمباراة وباقي لنا 3 مباريات، يعني قاعد ناخذ كل مباراة خطوة بخطوة والحمد لله. يعني تعرف معذر يعني المركز الثاني يعني منافس مباشر، والحمد لله دخلنا المباراة نفس ما انت شفت يعني بتركيز عالي، وصدق انها متعادلة وشوي يعني تحس انه يعني تلخبطت الحسابات، لكن الحمد لله يعني قدرنا نكمل نفس البداية، سجلنا وضيعنا فرص بس الحمد لله في النهاية اهم شيء 3 نقاط يعني. ومرحلة والله كانت وايد صعبة، خاصة هاي ثاني سنة احنا نلعب فيها درجة ثانية، دوري وايد صعب والاجواء فيه يعني ما تخلي الواحد يقدر يركز، يعني هاي درس تعلمناه احنا سنتين ان شاء الله يوم نصعد يعني مثل ما تقول الواحد لازم يسوي لازم يبدا بدايه جديده يعني. بصراحه خيبه امل كبيره والله ان يعني للاعبين، كنا متاملين انه نخفف الفارق، تعرف يعني كان الوكر قبل المباراه هاي فارق 4 نقاط واحنا مركز ثاني، كنا متاملين انه نفوز بالمباراه لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني اخطاء دفاعيه الهدفين اجن فينا اكيد يعني اربكت حساباتنا كامله، لكن ان شاء الله يعني ما زال في امامنا يعني مباريات انه يعني نلملم الجراح اللي صارت من المباراه هاي، لكن ان شاء الله يعني رب العالمين انه بكون الجاي افضل، رغم انه يعني بصراحه الخساره اليوم كانت مؤلمه جدا والله. المباراة الثانية مسمير والمرخية، فوز مسمير بهدف وحيد على المرخية اللي أيضا ينافس على بطاقة الصعود كمركز ثاني كابتن، وصعب المرخية يعني على نفسه في هذه الجولة يوم خسر من مسمير. طبعا نادي مسمير قدم خدمة للوكرة بعد في نفس الوقت ترى في الجولة هذه، لأن إذا كان لو كان المرخية كانوا فايزين كان على الأقل بيصيرون 24 نقطة، يعني كانوا بيكونون أقرب من معيذر. المرخية صعب الأمور في بعض المباريات، خسر مباريات كان ممكن يفوز فيها، وبالتالي هو طبعا فريق جاي من الدرجة الأولى نازل العام موسم السابق، وأعتقد كان مفروض يكون أفضل من كذا، ولكن أعتقد أن استعدادات نادي الوكرة أفضل من الجميع. وهاي وهنا مسمير في المباراة هذه ما طبعا ما له امل انه هو يكون في المركز الثاني، ولكن دائما قاعدين يلعبون بروح ويقاتلون على الاقل يحسنون من صوره الفريق، وخاصه ان العام هو كان في كاس سمو الامير حقق نتائج ايجابيه خلال المباراتين اللي لعبها في الادوار الاولى. جميل، هارد لك للمرخيه ومبروك لنادي مسمير، ونشوف جدول ترتيب العام بعد هذه الصدمات اللي صارت في الجولة 12، والوكرة ما زال في الصدارة ب 28 نقطة. معيذر والمرخية يتشاركون النقاط ب 21 نقطة في المركز الثاني لصالح نادي معيذر، والمرخية في المركز الثالث، سمير في المركز الرابع 13 نقطة، و12 للبدع، والشمال متذيل للدرجة الثانية ب 7 نقاط. البدع النادي المستحدث الجديد كابتن يلعب من غير محترفين في المركز الخامس، والشمال يحط عليه اكبر علامه استفهام في الدرجه الثانيه. بالنسبه للبدع في بدايه المشوار البطوله كانت نتائجهم غير جيده، ولكن مع مرور الوقت مع الانسجام فريق مستحدث كابتن، يعني لعيبتهم مجمعين، يحسب لاداره الفريق انهم قاعد يكونون فريق للمواسم، اعتقد ان المواسم القادمه، وهذا شيء يحسب لهم، ومع العمل نفس العمل ونفس الخطوات بنفس الطريقه ونفس الدافع، اعتقد ان فريق البدع بيكون رقم صعب في خلال حتى الموسم القادم او الموسم اللي بعده بيكون رقم صعب بيكون. اما بالنسبه للشمال، الشمال هو اصلا من انديه درجه اولى وفتره طويله، ولكن خلال السنوات الاخيره صراحه بعد ما ينزل يتم سنين لغايه اذا حصل فرصه انه يصعد، اذا كان الفرق الثاني ضعيفه ممكن هو يصعد، ولكن اعتقد عليهم علامه استفهام كبير، ولكن اعتقد نشوف احنا كابتن يعني كل سنه قاعد تصعب على نادي الشمال. نعم اعتقد أن خلال التغييرات الاخيره سووا تغيير في الجهاز الاداري وكذا، ولكن هذا مشكل للعمل، العمل لازم يكون بجميع النواحي، حتى من ناحيه المدرب، حتى من ناحيه اللاعبين، وحتى من فئات السنيه، دائما الشمال هو من فئات الصراحه متأخرين، ولكن دائما تحصل فيه عناصر جيده مثل محمد عيسى. كابتن الشمال عنده ميزه كابتن، موقع الشمال يعني الجغرافي في قطر يخدمه، انت عندك كل اهالي الشمال عندك في يعني عندك في منطقتك، فالمفترض يعني
نشوف الفئات السنية عنده كابتن مفروض ممكن ولعبة شمات الأسراع ما شاء الله عليهم يعني وإن شاء الله تبارك الله يعني كلهم أقوية يعني إيه إيه ما شاء الله أسراع وكذا وأعتقد عندهم من العناصر إذا كان بس يحتاج عمل إداري أكبر من هاي سواء على مستوى الفئات السنية حتى حتى الفريق الأول كل توفيق إن شاء الله لكل فرق في الدرجة الثانية مشاهدينا الأعزاء نسكر ملف الدرجة الثانية ونرجع للجولة القادمة من 23 ونشوف مبارياتنا لهذه الجولة ومباراة الأهلي والريان على ملعب الشمال وعلى ملعب الخور أو على ملعب عبد الله بن خليفة الخور راح يواجه نادي العربي وقطر راح يواجه نادي الغرافة على ملعب السلي هذه المباريات غدا تاريخ 25 فبراير ويوم الثلاثاء مصلار راح يواجه الخرطيات على ملعب السلي وعلى ملعب الشمال شحانية والسلية وعلى حمد بن خليفة دحيل في مواجهة نادي السد كابتن أحمد أخذ منك توقعات الجولة هذه السيناريو متوقع يعني الجولة القادمة بالنسبة للأهلي والريان الأهلي والريان كابتن والله بعد الأداء الممتاز الصراحة اللي قدمه الريان أعتقد أن الكفة لصالح الريان وخاصة مثل ما قال العباسي بالنسبة للأهلي أنهم أعتقد أن عندهم نقص في الفريق وعدم مراكز خصوصا إذا ما في يعني استعان الفريق الأول كثلاث أسماء ممكن نشارك تحت 23 سنة يعاني الأهلي كابتن في 23 فريق النادي الأهلي إذا ما في استعانة من هاي يعاني لأن فريق الشباب عنده تقريبا لاعب أو لاعبين أو ثلاثة أو أربعة بس هم اللي تقريبا مميزين اللي ممكن يلعبون تحت 23 ولكن الريان أعتقد أنه هو قادر أن يحقق نتيجة إيجابية كابتن الخور والعربي المركز الثاني والثالث نعم أعتقد إن شاء الله العربي بيكون طبعا هو أكثر حرصا أنه يكون هو متمسك وعلى الأقل يكون أقرب أنه ما يفقد المركز هذا بعد من الجولة الأولى حتى الآن هو المركز الثاني أنه يفقد المركز هذا الخور في حالة اكتمال الفريق وعيال إن شاء الله المهندي من ندي إذا كانوا بيلعبون يا الحسن اعتقد ان بتكون مباراه صراحه من افضل المباريات اللي ممكن نشوفها خلال راح يكون فيها ان شاء الله يعني راح يرافق هذه المباراه استديو تحليلي ان شاء الله الساعه 5:30 من ملعب عبد الله بن خليفه ومباراه قطر وغرافه ملعب سيليه كابتن توقعاتك طبعا الغرافه الجوله السابقه اعتقد مباراتهم كانت مؤجله مع الشحانيه ما لعبوها والغرافة عندهم اقل فريق لعب 15 مباراه عنده بعد مباراه مؤجله مجلتين وعنده مع تحيل وعنده مع الشحانية وأعتقد أنه بيحاول قبل ما يدخل مع تحيل بيكون هو أكثر رغبة في عملية أنه يفوز على قطر مباراة يوم الثلاثة مصلال وخرطيات كابتن ربما على الورق محسومة محسومة مصلال على خرطيات دائما نهاية ولكن كل شيء كل شيء وارد كل شيء يعني وارد في فترة قدم ممكن نشوف مفاجأة مثل مرة خرطيات يعني قدام الخور خرج بهدف وحيد صالح الخور ممكن يعملنا مفاجأة قدام مصلال الشحانية والسلية ممكن نشوف أول فوز لهم يعني ما يندرى الشحانية والسلية الشحانية صراحة من الفرق اللي هي كانت في البداية على المركز هذا ولكن دخلت مع الوقت المربع كابتن اي نعم قام يتراجع ولكن اعتقد ثبت نوعا ما كابتن في اخر جولتين مع المدرب الجديد نعم يعني كان لنا كلام مع المدرب انه قاعد يبني فريق للمستقبل اكثر من ركز على نتائجنا في البطولة هذه ولكن في استقرار نوعا ما في الشحانية الحين واعتقد انه هو قادر حتى في حالة ان الغرافة او هاي ممكن يتقدم الى المركز الثالث يعني جميل. تحيل والسد كابتن كلمة أخيرة تحيل والسد أتمنى أن السد فريق يكون متكامل يعني عشان نشوف مباراة عشان نستمتع المباراة عشان نستمتع يعني نشوف تحيل شلون الفريق هل هو الفريق اللي قادر أنه يعني يفوز على السد والسد قادر إذا كان فريق مكتمل أنه يكون نت قوي لتحيل جميل كل توفيق إن شاء الله كل الفرق مشاهدينا الأعزاء في قطر غاز تحت 23 سنة وصلنا معكم لختام حلقة اليوم أشكر ضيفي الكريم كابتن يوسف أحمد بحلقة قناة الكأس الرياضية قواك الله كابتن شكرا لك اليوم شكرا لك يا أخ إبراهيم يا مرحبا بشكرا لك المشاهدين الكرام على حسن المتابعة موعدنا بإذن الله تعالى الأحد القادم بنفس التوقيت نترككم في حفظ الله ورعايته وتصبحون على ألف خير